واحنا بنحضر الحلقه دي اتفرجت على كميه حاجات كتيره جدا لنرمين الفقي جميله وحلوه. اول ملحوظه ان هي نرمين ما اتغيرتش ما شاء الله، يعني تحس ان هي اقول لك ليه؟ دايما بيسالونا السؤال ده، انتوا ما بتكبريش، انت ما بتكبريش. احنا زمان كانوا يحطوا لنا 10 كيلو ميك اب على وشنا، 10 كيلو والله بكلم بجد، مش 10 كيلو 10 كيلو كميه الميك اب. وكان في زمان حاجه اسمها بقى بانكيك ولا بانكيك ولا بانكيك ولا بيقولوا ايه بقى بانكيك بانكيك، كانوا يقوموا عاملين كده وحاطين وميك اب كتير ورموش مش عارفه ايه. حتى وانا طالعه بنوته بنزل مره على الانستجرام حاجه ليا انا، والله يرحمه الاستاذ يوسف شعبان، ايه الاخضر اللي كان فوق عينيا ده، ايه الملوخ، والله انا بقيت اقول يا خبر ابيض. انت اللي بتقولي كده ده في اجيال مش طايقه تشوف صورها في سنين التسعينات. يا شيخه صلي على النبي صلاه السلام. بخصوص شعري زمان مامي كانت دايما تقول لي يعني زينة البنت شعرها وكلام من. رحت مره ونزلت من غير ما اقول لها ومع واحده صاحبتي ورحنا الكوافير، وكانت بقى طالعه موضه قوي موضوع قصه الاسد دي. ايوه وانا بقى كنت في الاعلانات، فحسب ان انا كبرت بقى مدموزيل كبيره بقى وبعمل اعلانات وكلام من ده وباخد فلوس بقى وقال يعني بقى خلاص يعني. رحت جيت لها خدت حته علقه ورجع لها بشعري. ضربتي؟ ضربت حته علقه، انا مش هنسى اليوم ده اول ما شفت قصه الاسد. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.